كريم دير جيست ده مش اول مره، شعورك ايه النهارده؟ والله شعوري طبعا ان انا مبسوط جدا تاني مره اتكرم سواء الميم او دير جيست. بالنسبه لي طبعا تكريم كويس جدا، خصوصا ان هو جاي من الجمهور في وسط الجمهور كبار. الحمد لله يا رب اكون قد المسؤوليه دي واقدر اعمل حاجه كويسه الفتره الجايه كمان. اتكلموا قالوا محمد خطب ما خطبش، ايه حقيقه الموضوع؟ لا مفيش اي خطوبه، اكيد لو في حاجه زي كده الحاجات دي ما بتستخباش طبعا. لا مفيش اي خطوبه خالص والله، هي بتبقى زي ما انت قلتي كده اشاعات يعني، فلا مفيش اي حاجه خالص من الكلام ده طبعا. طب ايه امتى مش ممكن تكون حقيقه الفتره دي؟ ما هيش بوقت بقى يعني والله. لو في مواصفات يا محمد؟ ولا مواصفات لا خالص والله، لا يعني اكيد نصيب بقى لما هيجي طبعا هعمل كده يعني، بس الفتره دي لا، يمكن مركز اكتر في شغلي في الالبوم، ان شاء الله اقدر اعمل حاجه كويسه وبعد كده نفكر بقى في الخطوبه والجواز. عملت حكايات بنات وكسر الدنيا، كنت قصدي ان انت تقدم حاجه للبنات؟ لا خالص، هو الموضوع جه عن طريق الصدفه جدا. انا كان كاستنج عادي للمسلسل، الحمد لله كان بالنسبه لي دور شبهي كويس، حسيت ان انا هيقدر يضيف لي في بدايه مشوار في وسط نجوم كبار. المسلسل الحمد لله كان متشاف بشكل كويس، اعتقد ان قدرت اقدم حاجه كويسه، ويا رب الفتره الجايه اقدر اعمل حاجه كويسه في نفس المستوى اعلى كمان. يا ترى بتحضر ايه في 2019؟ بكمل الالبوم ان شاء الله باذن الله، بكمل عدد الاغاني ينزل في الصيف، وبشتغل دلوقتي على اغنيه تنزل على نيو يير ان شاء الله اسمها ركز دقيقه، ان شاء الله حاجه تعجب الناس يعني.